السلام عليكم امتلك بيتا كحصيله عمر طويل من التعب والعمل في قص الاحجار وتشكيلها واعتنى باحجار بيته التي بناها بكد وتعب واكملها اولاده بجهود وديون وحين انفجرت الحرب وتحوث بعض جيرانه ترك بيته ونزح الى خارج المدينه على امل العوده اليها حين تنتهي المعارك لكنه حين عاد وجدها بحال مائله كحال البلاد برمتها الحاج محمد ثابت حسن يحكي قصته في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود أولاً انا كنكون نازح ما أقول ما قال عاد ما كانوا شلون عندي انا اسولف له لا اسمه دخلت آه. الراهده نكون نازح وبعدين الدوله بلغ اتصلوا لي الساعه كنا حوالي 12 كذا او واحده من الليل قالوا كما بيتا فجره، مو إنه فجره، قال فجره هل كلبه داخل المقاومه قالوا لا. كيف؟ أيه قلنا لا ما... كيف؟ قال فتفجرت يعني وخربات بعث مدري ما وهذا هذا. دخلوا قالوا يلا ننزل نشوف البيت عيالي وكلهم ما نزل عيالي البيت خرباه خلاص ما عاش نزول ولا عادي طفى خلينا قادر اخذي فوق فرشي قالوا والله ما قالش ننزل احنا هون لازم كنا ام الحونة اما قم كيلي هون على تعابي على العرض اللي قز دعوبي القصر باربعة قبل سبع اليوم دخل حق القصر لا بيننا لهم اي حاجه لا يسألوننا جزاء ولا شكورا نحن لما شفنا الدنيا حما نفسنا قلنا خرجنا من بيوتنا سرنا يلا قلنا نمزح ما عادش يعني أصل البلاد وثلاث سنين نازح حالة أمي حالة كان عذب هذا الشقي عليها تتحصل وحصل لي خمسين ألف من الشوقة اللي تحت خمسين ألف قال أقول لك إيه ابن عذاب والله بكير دخلت الراهدة لما انتقع قلبه قال عمركم وصلحكم ما باقي الا أزواج وفرش بيته وازوج من داخله مسكين من ليلا ليلا ما ليله واحده ليله ما رقت به الله يجازي لك كان سبق اول الناس يعني كل احنا القريه هذه كلها عن بكرة أو ثار ولا باقي واحد ودنا البلش فيه وشويه وصفنا استقالكم حوالي ثلاث سنين قصينا به انا يعني وانه هم معاهم اللي عاشت منهم منهم اثنين اساتذه واثنين طالبين الله بمتورد حقهم كانوا معاهم من دباب دباب خربوا ابتهم المقاومه كانوا انا ما ادري عند الهلال تعرف والله يعني كل واحد شقيق انا اقول لك لما عرقت يزن وكل طعام وكما ابوكم اطعام اطعموا زي ما طعم كنا كنكو بكر يعني ابكر الرش و حجار الاسطى وكل حاجه وعيالي يعني اما الكل يفرقوا لي اما انا اشتغل لا لا ما اقول كلام هذا عيالي كل واحد يفتح جيبه كيف كيف تعب العمل ما والله انا اقول لك كل واحد فتح جيبه والله عمل لهم شقه شقه اتسلفوا واتكلفوا لحد الان والله انا عاده قام الامن 300 400 الف على الواحد دين من ظهر حقّ ما ادري شقق والله ما قدر يقومي هكذا انا اقول لك التصوير اللي بس فوق اه 17 رمضان, رمضان, رمضان وأنا اقول لك بالراهده اتصلوا قالوا بيتك فجروا بيت مو فجر قالوا حويده مو السبب مو عمل الدفع حقي اذن لا زيح انا وعيالي واسرتي كلها دخلت حربان دخلت الرهيدة قالوا قف قروان مو السبب من الناس من أنا أبو يبيع ابي ابو الارمسيل يبيع شبيع واعمر به اخر شيء بينزل يقول لهم يلا عمر يا عيالي ولا من انا من انا مقدرني اعمل اعلان مو قدرني طلع عليه مو تشاب مو كمل مبالغ التكسير التكسير وحده التكسير وحده ما يتراخش 10 مليون بالتكسير والان ولا شيء اخبر ريال والله اننا بعض إننا نخبر ريال ما اقول لك تشقى علي 50 الف شهريا اكل لي واشرب لي انا وبخالي وعيالي الله يسترهم هذاك استاذ والثاني استاذ جنبه والثالث يعني عزب كان اظن مسوي كان معه دباب طلب الله قال اقول لك وعمر وشقي وتعب حق عليه مسوي صلح حشو قهوه كامل قال اقول لك ما باقي الا يفرش ويزوق داخله اجا عيالي أنا اقول لك بعد ثمانيه شهور أجاوب كسروا فتحهم ولا حتى شدوا على حاجه ما تروح آه آه انا قلت عيت فجر أدري انا قلت لك قد فجرت اشتلت على المغرب و روح لما جي يدي انا ساقيت قلت يا تمام انا مو كسر يدي لما فقروها مو تشم كثير كم تشم مبالغ ومن لك هذا قل لي من لك من لك, لك ايش هذا الا ما انا قوه بس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانه إليه راجعون سلمنا حقوقنا لله سبحانه وتعالى من اللي كان لما الطوارئ؟ خربوا البلاد والعباد. من هناك كان في الطوارئ. تعرف؟ خربوا البلاد والعباد ما احنا جايين مو هو الشباب مو مو هو السير هذا اللي انتقام هذا. مش مو. أنا أقول لك ما كان كل ما شاف أقول ما مش عمل أفسر لك أقول كل يوم قال الأب تكب تلفزيوني خلوني قاعدة أرى غايب من البيت هذا ما عادش أشوفه قال لك لا تشوفه ضروري ما قال كم شقاق ما عمل يا سلام حكم الله قل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يجازي اللي كان السبب قال كيف باش قال اقول لك عيالك انا اقول لك هذا مؤكد بيوت الناس بعد ما كانوا مشايخ مشا... 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 بيوتهم قال لهم مشردين بيوت الناس من بي... له يجي ذا يقول لك يا اخي نقي القلب العفش حق ش هذا شا... ويرجعوا و... يقول من بيت لا وصل القريه كل فوق حقا ما ابوش حتى عقله كان كلنا كل هذا ما من ما ابوش ولا حاجه كنت مرتاح بنعمات والله سبحانه وتعالى لكن انا خرامة خرامة انا في خرابة كبيتي خراب انا انا مثل ما بيتي قال اقول لك لا معي لا من هنا ولا من مدخل ما معي شيء احياء كامله تركها الحوثيون خرابة واكملت عصابات اللصوص ماسي اهلها بسرقه ما بقي فيها من اثاث وادوات يشعر اهلها بالخراب يجتاح انفسهم وارواحهم وليس فقط بيوتهم او بيوتهم التي طالما املوا ان تؤويهم في حالات الضعف والحاجه. مشاهدينا الكرام للحديث عن موضوع المنازل المدمره والمسؤوليه القانونيه عن استهدافها وحقوق اهلها في التعويض وواجباتهم في توثيق قضاياهم ينضم الينا الناشط الحقوقي علي الحدقي من مدينه تعز. مرحبا بك سيد علي. اهلا وسهلا بك هل هناك احصائيه بعدد المنازل والمنشات المدمره جراء الحرب في مدينه تعز؟ بالنسبه للاحصائيه الرقميه بالتحديد وما توصلت اليه المنظمات الراصده او كراصدين حقوقيين خلال الاربع سنوات التي مضت وصلت بالنسبه للفتره السابقه بدايه من اول ما بدات الحرب على تعز واستهداف هذه المدينه في العام 2015 حتى نهايه 2016 وصل عدد الممتلكات بشكل عام المتضرره ما يبلغ 3506 منشاه خدميه وسكنيه وكذلك عامه وخاصه منها 1668 منزل مؤسسات حكوميه بلغ 116 مؤسسه دور عباده 50 مسجد ودور عباده المحلات التجاريه بلغت او ما يقارب 600 محل تجاري نعم. كذلك مركبات وغيرها من الممتلكات المتعلقه بالمواطنين من سيارات من دراجات ناريه من محلات صغيره من مزارع من بعض الممتلكات البسيطه اللي هي المواشي كذلك وما ذلك 1122 تم تفجير منازل 154 منزل في المدينه فقط في مدينه تعز 154 منزلا في 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 مدينه تعز أه نعم أه وفي أه وبالنسبه للقصف العشوائي أه بلغ العدد للمنازل التي تم استهدافها نتيجه القصف والهجمات العشوائيه ما ما, ما يبلغ 1514 منزل اقتحام ونهب وإتلاف وإحراق وصل إلى عدد 900 منزل وممتلك من الممتلكات نعم. هذا في العامين 2015 و2016 تلاها بعد ذلك عام 2017 حيث بلغ عدد الممتلكات العامة والخاصة ما يزيد على إضافة إلى العدد السابق نعم. 3000 كذلك دخلت المنازل منها 198 منزل، تم تفكير منازل 14 منزل خلال هذا العام 2017، القصف العشوائي الذي استهدف المنازل والممتلكات 93 منزل، اقتحام ونهب واتلاف واحراق ما يقارب 96 منزل، هذا في عام 2017. نعم. تلاه بعد ذلك عام 2018، هذا العام كان اقل عددا حيث وصل اجمالي الممتلكات العامه والخاصه 107 75 ممتلك دمر كليا و32 جزئيا، من ضمنها دخلت المنازل 65 منزل، المؤسسه الحكوميه 10 10 وحدات مؤسسه حكوميه، الدور عباده في خلال 2018 ما يقارب اربع مساجد او دور عباده. نعم محلات تجاريه وصل الى عدد ما يقارب 30، المركبات وغيرها من الممتلكات العاديه وصل الى ما يزيد على 40 تفجير منازل في عام 2018 وصل 15 منزل، القصف العشوائي بالقذائف والهجمات العشوائيه ما يقارب 50 منزل، الاقتحام والنهب والاتلاف خلال هذه الفتره اللي هو العام 2018 بلغ عدد 35 منزل وممتلك. آه هذا طبعا الاحصائيه الاجماليه داخل مدينه تعز آه الاحياء المدنيه نعم. آه كذلك آه ما طالت بقيه المديريات في محافظه تعز آه ما حصل في موزع في الوازعيه في ذباب آه في مقبنه في جبل حبشي في التعزية في الصل في حيفان هذه مديريات آه في المسراخ آه في آه آه صبر الموادم آه في الشقب هذه مناطق كلها تابعه لمحافظه تعز خلال الأربع سنوات بلغ إجمالي هذه الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة بنوعيها واختلافها وتنوعها ما يقارب 7837 من هذه المنشآت والممتلكات التي تعرضت لهذا الضرر والانتهاكات إذا نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من المنازل إذا كان سبعة آلاف في المدينة ومثلها في الريف نتحدث عن حدود أربعة ألف منزل تعرض او مبنى بشكل عام تعرض للتدمير منها منازل ومنها مصالح عامه برايك من يتحمل مسؤوليه تعرض المدنيين او تعويض المدنيين جراء هذه الخسائر آه ان اتينا آه لتوصيف الـ الـ هذه الـ المشكله او هذه الجرائم آه في القائمه الاولى او الرئيسيه المتسبب فيها طبعا الجماعه الحوثي المسلحه الانقلابيه التي آه ما آه ما رضت ان تخضع او تنصاع الى الحوار والى الخروج بهذا البلد هؤلاء هم المجرمون هؤلاء هم المتسببون يعني آه. نعم. هؤلاء هم المتسببون فالمتسببون في القائمة الأولى نعم, نعم. آه لكن ما, ما, ما يتلو هذه الحرب آه وما ينتج عنها من آثار وما يتم ترتيب من قبر الضرر وكذلك إصلاح هذا الضرر والآثار الناتجة عنه آه طالما طالما وأن هناك حكومة شرعية اليوم موجودة على أرض الواقع آه معروف أن هذه الميليشيات أو هذه الجماعة اذا كانت قد اخذت الارواح وهدمت الحياه وهدمت النظام وهدمت الدوله وهدمت الحياه باكملها مستحيل انها ستاتي بالتعويض لكن يعني هؤلاء التعويض يعني اولئك اولئك هذه الميليشيا لو سمحت هذه الميليشيا وهذا المتسببين يعني يجب ان 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 تطبق عليهم عقوبات يعني هؤلاء سيتعرضون للعقوبات ان شاء الله ولن هناك من كل المسؤوليه هذه إن المسؤوليه المسؤوليه من ناحيتين المسؤوليه تكون هنا من ناحيتين مسؤوليه طبعا اما عبر القانون اليمني المحلي هناك مسؤوليه جنائية تحملها هذه الجماعه وهناك مسؤوليه عبر طبعا هذه الجرائم التي ارتكبت في حق هذه المنازل والممتلكات هي جنائيه لكنها قد نعم. ترقى الى جرائم حرب الى جرائم ضد الانسانيه كذلك وبالتالي هناك ضغوطات لابد ان تكون من الحكومه على المنظمات الدوليه وكذلك في الملف الدولي الذي يدار اليوم في طاولات نعم. المحافل الدوليه ان يكون هناك ضغط على هذه الجماعه وعلى هذه الجماعه المتمرده ان تكف عن ارتكاب ما يزيد عن هذه الجرائم والاضرار خلال هذه السنوات والتي ما زالت مستمره حتى اليوم ما زالت اللحظة. مستمره هذه الجماعه في غيها وانتقلت من تعز الى كشر في محافظه حجه وكما نرى ونسمع ايضا قاموا بتدمير قرى باكملها هناك سيد عادل هل سيد علي المعذره هل حدد القانون اليمني وقتا معينا للتعويض اخي الكريم بالنسبه للتعويض هو حينما نتحدث عنه في الجانب القانوني اليمني او في الوصف القانوني اليمني التعويض هناك ناحيتين في المطالبة بالتعويض تعويض مدني ينتج المطالبه تكون المطالبه به بعد أن يكون هناك التزامات مدنية وهناك تعويض يتم المطالب به نتيجة ارتباط هذا التعويض بجرائم ارتكبت بحسب ما حددها قانون الإجراءات الجزائية هنا التوصيف الحقيقي لهذه الجرائم التي تعرض لها تعرضت لها الممتلكات في محافظة تعز هي جرائم جنائية نتج عنها أضرار وحجم هذه الأضرار كبيرة جدا وبالتالي هناك حق تعويض واجب ومكفول بحق القانون المحلي والقانون الدولي لهؤلاء المواطنين وهؤلاء الضحايا فهي لا تسقط بالتقادم هناك القانون لمن يحدد ان اعاده المطالب التعويض ثلاث سنوات وقد يمتد الى 15 سنه حتى يتم الرف به للجهات المختصه لكن نحن امام جرائم وامام انتهاكات توصيف دوليا وتوصيف اقليميا وتوصيف بحسب القوانين الدوليه والمعاهدات هذه جرائم مشهوده وغيره مستحيل ان تسقط في التقادم وبالتالي فان التعويض حق مكفول لهؤلاء المواطنين والضحايا ان يطالبون به امام الجهات المختصه وامام السلطه المحليه وامام كذلك الدوله سيد علي برايك لماذا تاخرت نعم. عمليه اعاده الاعمار لاحياء مدينه تعز خاصه تلك التي تحررت اخي الكريم، مساله اعمار مدينه تعز، اريد ان اقول قبل كل ذلك، هناك مكونات حقوقيه او مكونات انسانيه او مكونات او منظمات او مؤسسات تاسست في هذه المدينه منذ عام 2015 و 2016 من هذه المؤسسات مؤسسه اعمار، كذلك مؤسسه المجموعه اليمنيه للتنميه والاعمار. هذه تاسست في 2015 ورصدت وقدمت ملفات كذلك شبكه الراصدين المحليين هناك من رصد هذه الانتهاكات الخاصه بالممتلكات المتضرره كالشبكه الراصدين المحليين ائتلاف الاغاثه منظمه السلم الاجتماعي هناك منظمه محليه كذلك من رصدت هناك من رصد جانب توثيق ورصد كجمع بيانات وهناك من رصد ووثق في جانب تقييم الاضرار من ضمن هذه المؤسسات مؤسسه اعمار، هذه المؤسسه قد كانت شرعت في النزول الى بقيه الى الميدان ونزلت الى الاحياء السكنيه وكان لديها فرق هندسيه وبدات تعمل في الميدان وتكونت لها رؤيه واضحه مبدئيا وبقي لمن يقدم هذا الملف او هل هناك تعاون من السلطه المحليه لتقديم هذا الملف؟ فاقصد التاخير هنا سببه او سبب العرقله هنا تكون او تكمن في التحرير، اذا تحررت هذه المدينه واذا فك فك الحصار عن هذه المدينه واذا فك الحصار عن هذه المدينه واذا توقفت الحرب عن هذه المدينه ربما سيكون هناك تقدم كبير وملحوظ حول هذا الجانب لانه اخي الكريم لا ننسى لا ننسى انه كانت هناك توجيهات رئاسيه في عام 2017 وتحديدا في شهر ديسمبر حيث تحديدا في شهر نوفمبر حيث وجه فخامه رئيس الجمهوريه الى رئيس مجلس الحكومه الى رئيس الحكومه في تلك الفتره كان الدكتور بن دغر والذي اجتمع بالسلطه بالحكومه وكذلك مدراء المكاتب التنفيذيه في هذه الحكومه وكذا وجهوا باعاده اعمار هذه المحافظه واعتمدوا مبلغ ما يقارب 2 مليار ريال لمحافظه تعز كذلك نعم. السلطة المحلية في محافظة تعز على ما يبدو في شهر ديسمبر 2017 دشنت السلطة المحلية في محافظة تعز آآ... تنفيذ مشروع إعادة الإعمار لهذه المحافظة وبدأت بسكن الطالبات في جامعة تعز ووعدت بأن هذا المبلغ 2 مليار قد اعتمد لهذه المحافظة وهناك مبلغ قادم ما يعقارب 8 مليار إذا سيد عادل سيد عادل أنت تحدثني الآن أنه تم حالي. رصد الـ 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 الاحتياجات تم رصد المنازل التي تعرضت للتدمير ولخسارات وبدات عمليه تقييم لاوضاعها ايضا تم اعتماد مبالغ ماليه لكن ما نشاهده على الارض هو ان المواطنين بانفسهم يقومون باعاده ترميم منازلهم على حسابهم الخاص برايك يعني ما هو الاسباب لتاخر تدخل الدولة في إعانة المواطنين في هذا الجانب أخي الكريم، عدم وجود جهاز يتبع الدولة أو السلطة المحلية في محافظة تعز كجهاز رسمي يقوم بالتعاون والتنسيق مع من قد سبق لهم الرصد والتوثيق والتقييم أو مرحلة أولى وإلا هناك مساحة واسعة في هذه المحافظة ما زالت تحتاج إلى تقييم كذلك نعم. ليس كلما تم رصده قد تم توثيقه وتقييمه هناك بقية مديريات أخي الكريم صح. نحن نتحدث عن محافظة تعز لكن هناك مديريات تتبع هذه المحافظة ما زالت تحتاج إلى نزول وإلى تقييم بالضبط آخر أنا, أنا, آخر أنا, أتحدث, أنا أتحدث سيد علي على تلك المراحل الأولى التي تحدثت عنها لماذا لم تكتمل تعطي للناس بعض الأمل بان هناك دوله تساند مواطنيها الذين تعرضوا لابشع الجرائم من قبل الانقلابيين اخي الكريم الدوله والسلطه المحليه حينما بدات وشرعت في المرحله الاولي كانت محددة أو مركزة على بعض مؤسسات الدولة ومكاتب التنفيذية في هذه المحافظة نعم. شرعت في ترميم بعض مباني حكومية خاصة بهذه المحافظة لكن هذا لا يعني أو لا يعفيهم عن استكمال أو إكمال بقية الأضرار التي تعرض لها المواطنين الضحايا الأبرياء الذين هم من يستحقون التعويض المبالغ التي اعتمدت كدفعه اولى 2 مليار لهذه المحافظه اعاده اعمار، يجب ان تساءل فيه السلطه المحليه اين نعم. ذهبت وكيف تم صرفها وخاصه في العام 2018. نعم، اذا لو انتقلنا للموضوع من زاويه اخرى وهي كيف تقيم تجاوب السلطات مع النازحين من اصحاب هذه البيوت المدمره؟ بالنسبه للنازحين بشكل عام سواء المتضررين من اصحاب المنازل او الممتلكات او غير ذلك ممن اخرجوا وهجروا وقسريا من قراهم ومن مدنهم يعني فبالتالي هناك تقصير من السلطه المحليه في كيفيه التعامل مع هذا الملف هناك اليوم منظمات هناك اليوم جهات خيريه او داعمه من تتعاون مع هؤلاء النازحين بشكل بسيط جدا لا يكفي او لا يفي الغرض الذي ينبغي ان يكون لايواء هؤلاء النازحين نعم. من توفير المساكن لهم الامنه من توفير الغذاء الكساء من توفير لهم وسائل سبل العيش الكريمه التي يستطيعون من خلالها ان يشعروا بانهم ما زالوا يعيشون في امل يعني او يعيشون بالضبط. في مكان امن وبالتالي هناك تقصير هناك تقصير من السلطه المحليه في التعامل مع هذا الملف اخي الكريم هناك نازحين من نزحوا من هذه المدينه بسبب تدمير منازلهم الى محافظات اخرى وهناك نازحين اتوا من مديريات تم السيطره عليها او شردوا من هذه المديريات او المناطق او القرى او هجروا قسريا ودخلوا الى المدينه هناك م. الان نازحين خرجوا وهناك نازحين ما اتوا الى هذه المدينه وبالتالي ملف النازحين ملف كبير جدا وملف يحتاج الى امكانات يحتاج الى مبادره من من السلطه المحليه للتعامل معه تعامل رسمي لانه هناك اخي الكريم اسر متعففه أسر كانت تعيش في مستوى في مستوى متوسط من المعيشة، نعم. الآن أصبحت تحت الصيد. مستورة. يعني لا تستطيع أن تتكلم عما تحتاجه، مستورة فعلاً مستورة. أسر كانت تعيش في بيت خمسة دور، ثلاثة دور، هدم أو فقر أو أخرج منها، الآن لا يجد مكان حتى مثل البدروم. نعم. أن يأتي إليه أو يسكن فيه أو مكان أقول أخي الكريم إضافة إلى الأعباء، الإيجارات، إضافة إلى أعباء أن احتياجات اضافه الى هناك اعباء تكاليف مدارس تكاليف مواصلات تكاليف مياه تكاليف ما شابه ذلك احتياجات اصبح اليوم النازحين او يعانون معاناه اشد مما يعانيه المواطنين في بقيه المحافظات نعم سيد علي هل لديك من رساله اخيره في هذه المساحه تود طرحها سواء للسلطات المحليه للمنظمات او حتى ل الناس انفسهم الضحايا الذين يعني تاخروا حتى الان في مساله توثيق يعني الانتهاكات التي تعرض <applause> أخي الكريم أتمنى من السلطة المحلية أن تفعل مكتب التخطيط وكذلك أن تفعل أجهزتها في هذا الجانب وتشكل اداره حقيقيه وتشكل لجنه حقيقيه للتعامل مع هذا الملف طالما ان هناك لا يوجد هناك تقصير من الحكومه في رفض ودعم استكمال او اعمار هذه المدينه. كذلك وجه المواطنين ان يوثقوا ممتلكاتهم، من كان قادرا على ان يعيد ما تم تلفه او تدميره عليه ان يوثق عليه ان يستدعي قسم الشرطه عليه ان يستدعي العاقل ان يفيد بشهود ان يقوم بتصوير هذا المبنى يتجه الى اللجنه الوطنيه لتحقيق يتجه الى بعض المنظمات يتجه الى السلطه المحليه اتمنى من المواطنين ان يشكلوا ضغط على السلطه المحليه برفع ملفاتهم اليها حتى تستجيب لهم وحتى تلتفت اليهم وحتى يحرك هذا الملف الذي اصبح منسي، قد نعم. كان فعل في لحظات اولى بدايه العام ثم توقف. كذلك على المواطنين ان خاصه الذين غير قادرين ان ياتوا الى اماكن بيوتهم خاصه ان هناك ما زالت احياء تحت خط النار او تحت في نعم. في مرمي, مرمى القناصه. هؤلاء في في مرمى القناصه وفي مرمى القذائف اصبحت هذه المدينه ما زالت يعني تعاني في بعض الاماكن في نعم. اطرافها هؤلاء المواطنين عليهم ان يتجهوا كذلك الى السلطه المحليه للمحامي والناشط الحقوقي علي الحدقي نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات كنت معنا من مدينه تعز مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الحاج محمد ثابت حسن تم الرصد في أمان الله